أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، آمين يا رب العالمين. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دروس مدرسة حياتي، وهو درس القرآن الكريم. ونسأل الله أن تدوم علينا هذه النعم، نعمة مصاحبة القرآن والعثرة في الدنيا، ويكونان شفيعانا شنو وين؟ في الآخرة، هناك يوم الجزاء، يوم العطاء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن شاء الله نروح له بهالقلب اللي هو يحب القرآن ويحب محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شلونها أوضاعكم؟ أموراتكم بالبيت؟ واجباتكم الأخرى؟ إن شاء الله. هو هكذا طلاب مدرسة القرآن والعترة لابد أن يكونون شنو؟ يجينا في دروسه. ها، بأعلى الدرجات، بأعلى شنو المقامات التي لا يجب أن يحرزها شنو الطلاب الأكاديميين، وأنتم أهل لذلك إن شاء الله تعالى. إن شاء الله فضلكم سيد. موفقين بفضل الله، فضل محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إحنا حقيقة يعني الأحبة المشاهدين اللي يشاهدون باستمرار أو بمرات متفاوتة يلاحظون أكو وجوه غالبا ما تكون شنو متواجدة، وأكو وجوه يعني تروح وتجي، تروح وتجي. حلو. يعني تذهب وترجع مرة أخرى في مرات أصلا متباينة أو متفاوتة. أحسنت، حسب الظروف. وبالنتيجة هو دلالة وعلامة على أنه المدرسة باتجاهها الصحيح، بنجاحها إن شاء الله تعالى. ونسأل الله لكم القبول. حقيقة طلبات كثيرة جدا، يعني مشاركة، طلبات المشاركة من الأحبة، من أولياء الأمور أو بعض الطلبة من أنفسهم، يعني يطلبون للمجيء والحضور والمشاركة في هذا البرنامج، يدل على المثابرة والاجتهاد. احنا ان شاء الله تعالى والأحبة في يعني في إدارة ومسؤولية هذا البرنامج ان شاء الله يعني عندهم فد فلترة وعندهم فد استقبال، ونكون بخدمة. يعني ماكو طلب ما راح يلبى، خلي يكون في ذهنكم وانتم وصلونهم اذا ما يشاهدونه، واللي شاهدنا بعد يكون بشكل مباشر انه كل الطلبات التي تاتي للمشاركه من قبل الطلبه امثالكم للحضور في هذا البرنامج تلبى ان شاء الله تعالى. فلا يكون واحد مثلا يقول ليش ما لبوا طلبي، ليش ما هذا، ان شاء الله تلبى، وتباعا شيئا فشيئا، لانه حسب الظروف. احسنت، حسب المتاح، لانه مثل ما تعرفون تشاهدون مكان النبي هذا يعني لا يسع الأكثر من 20، تصور ما يوصل 20، صح؟ فإحنا إن شاء الله نلبي وفق ما يسع، حتى أيضا الدرس يكون بانضباطيته وبترتيباته اللي نخلينا نوصل معلومة وأنتم تستفيدون كذلك. إحنا لازلنا في موضوعة معينة ومهمة جدا، بس نحاول شو نسوي؟ ما دامنا في هذه الموضوعة بعدة حلقات متفاوتة أو متتالية، هي نحاول أن نستذكر، صح؟ حتى نربط، نسوي هالسلسلة ونسوي عملية ربط ما بين السابق واللاحق مع اللاحق وهكذا. نعم يا سيد مصطفى، هواي يحبون أنت تشارك، ليش؟ والله ما أدري سيد، يعني ما عندك تعليق؟ مو لا ما عندي تعليق. هذا من المحبه، من يعني دخولك، الكاريزما مالتك تدخل في القلب. رحم الله والديك وكلكم ان شاء الله تعالى. ولكن يعني الاحبه الاخوه المصورين يحبون انه احد المصورين اسمه سجاد
يحب أنه مصطفى دائما شنو يشارك. ما أدري أنت متفق على شيء؟ لا سيد. حبيبي الله لا للمزحة وللطرفة هاي موفق إن شاء الله. رحم الله والديك سيدنا. طبعا أول نقطة يا سيد مصطفى شنو النقطة السابقة؟ أول نقطة ذكرناها أن تكون أحكامه مضبوطة متقن. نعم. بعد ثاني نقطة كانت النغم. النغم اللي اللائق أو الأسلوب اللائق واللي يكسب أو يعطي الحفاظ على هيبة وقدسية القرآن. نعم. صح؟ نعم. أيضا هذه سوالفنا بيها. بعد زين محمد صادق النقطة يعني أنا شو اسمه قلتها بالحلقة السابقة كانت عن الارتباك. جيد. هذا أمام الجمهور كيف نتغلب على الارتباك. سولفنا بيها أعطينا كم ملاحظة وقريت أنت بيها صح؟ زين بعد النقاط الأخرى يلا يا حسين أخذ المايكروفون. لا أنا جاي نستذكر هسه الإضافة احتفظ بها إن شاء الله في بداية الفقرة مع اليوم تكون أول المشاركين. النقطة السابقة أي. على النفس. النفس ما سولفنا به. سولفنا ذكر الولد. ها قصدك النفس التغلب على الخوف حاجز الخوف. لأنه أثناء الخوف الرهبة تفقد كثير من مواصفاتك وخصائصك. تفقد كثير خصوصا الصوت والنفس. جيد. بعد يعني هو يفقد. فنحاول أنه شنو وإحنا ربطناها بالقرآن ألا بذكر الله شنو تطمئن القلوب. يعني نحاول أنه إحنا هاي اعتقادنا وسلفنا به مو سلفنا شلون إحنا نجي عن عقيدة وعن اعتقاد كامل بالقرآن الكريم. قلنا أنه أكو فد حديث أو عبارة لإمام علي قارئ القرآن النبي إلا أنه لا يوحى إليه. شنو وظيفة النبي؟ وظيفتنا تبليغ الدعوة. يعني أشعر بالمسؤولية. هذا قبلها نقطة لازم شنو لازم أنا هاي الدعوة والتبليغ أنا فاهم طبقها فاهم أنا فاهم القرآن. نعم. فاهم معانيه وعاكسه على حياتي بشكل ما نقول بشكل كلي ولو بشكل جزئي. ولو هذا يعني من المحاذير أنه يجعلون القرآن عضين. يعني شنو؟ لا عضين يعني يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض كالأزان مقطعة يسووا ها اللي يفيده واللي ينفع ياخذه احنا ما نقول من ضمن هذول لا نقول جزئي. نحاول بالسعي التام انه نطبق القرآن بشكل كامل نطبق بعض يعني مؤمنين بكل القرآن لكن تطبيقا نحاول قدر الإمكان شنو؟ اللي نقدر نعكسه على حياتنا. هذا الانعكاس راح يترجم للجمهور للمتلقي سولفناه. نعم. صحيح؟ نعم. نستذكر بعد يلا يا مقتدى استاذ الإخلاص والنية وعدم الرياء وأيضا الطهارة عند تلاوة القرآن. أحسنت. هاي من الآداب يكون على الطهارة والإخلاص. هاي من اللوازم يعني لابد أن يرافق العمل الذي أستاذ يعني ما يصير مثلا يعني مو ما يصير لكن الأفضل واحد مثلا مو نقول إلا لازم أقرأ هذه النغمة بهذه الآية أو هيك يعني تكون على الفطرة على السليقة. شوف إحنا هذا الموضوع أشرنا إليه وأصوراني يعني كملته بشكل كامل. قلت أنه موضوعة النغمة إنه أنا مو ما أعرف هالنغمة لا أعرفها تعلمتها. إحنا قلنا هاي مرحلة متقدمة أخذناها والآن وصلنا إلى مرحلة ما بعدها. أنا استوعبت وتشبعت بالأنغام. النغم يخدم القرآن وليس القرآن يخدم النغم. أحسنت. هنا أنا نقول إحنا بهالنقطة هاي نقول أنه النغمة تأتي تبعا للمعنى مو والله أنا اشتهيت مثلا رغبت. هنا أنا أريد أقرأ نهاوند بس الآية معانيها اللي وصلت لها ما تناسب شو اسوي بالله اقرا فرح مثلا على الكفار او هيك او حزن يعني هسه ما نقول بهذا نوع من انواع نقول نوع من يعني الغفله عدم الانتباه اتباع الهوى مساله يعني قد يصير عدم تركيز او عدم انتباه للقارئ. نعم هو مرات يغفل عنها مثل ما قلنا انه ماكو انتباه يغفل يخطأ من حيث لا يدري اي يعني هذا ما نعتبره خطا متعمد لا هو سهى فيها بها عفوا تركيزه راح
أخذ شوية الجو أنه يريد شوية يسوي أنغام، لا، هنا نقول له أوقف، حاول أنه تستذكر أنه هذا القرآن نقرأ وياه يعني بأنغام، أنغام تخدم القرآن. بالمسابقة إذا هو المطلوب يعني تنوع بالأنغام، مثلاً هو الآية نسقها مو تنوع بالأنغام، شون هذا الشيء؟ يعني شيء أحاول قدر الإمكان أكون قارئ ذكي. شلون يكون الذكاء؟ أنه لا لا، أنت عندك قرعة، خذت القرعة خوش، هذه القرعة طلعت لك مثلاً خمس آيات بثمن أسطر أو آيتين ثمن أسطر حسب، لأن هو غالباً ثمان أسطر بالتمهيدي، بعدها من يصير إلى يعني النهائيات يحصل شنو؟ مثلاً 10 أسطر، صفحة كاملة، 15 سطر. يعني أنا أتذكر المسابقة الدولية اللي شاركت فيها 25 سطر. جيد، ساي لك الساحة مفتوحة بعد. يعني القارئ يأخذ مساحته. يرتاح. اي صفحة ونص، اكثر من نص، اكثر من نص. اي لانه صفحتين الا صفحتين الا ايش قد الا خمسة اسطر، خمسة اسطر. اي صفحتين الا خمسة اسطر، هذا كان شنو؟ مساحة كبيرة جدا، انت تقرا بهدوء بارتكاز، لا تبدي بعلو على كيف، لا تبدي بارتفاع. يعني ما يردون عليك. قرب مايكك. اي نعم، ما يجبروك على الوقت الفلاني. لا انا هاي عندي بها شاهد. نعم، انت تقول اني مطلوب من عندي كم نغمه بالمسابقه، يعني اكثر من نغمتين. قلت لك انا شنو؟ لابد يكون القارئ ذكي. شلون ذكي؟ يوافق ما بين المطلب وما بين الاداب او الـ 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 اللوازم للقراءه، انه الحفاظ على هيبه القران. ما يختار اي نغمه. عاده وغالبا أنه يطلبون بالمسابقة بالتمهيدي نغمتين، كلش كافي. نغمتين كلش كافي. أنت معقولة من بين هذه النغام كلها ما تقدر تلقى لك نغمة مناسبة بالتمهيدي؟ خو بسيط. نعم بالضبط. الآن خلي التطبيق العملي يم مقتدى، اختار لنا نص ونطبق عليه قضية المسابقات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالمناسبة عفوا مقتدى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بخصوص فقرة واحدة هو ملائمة الأنغام، خاف تفوتنا أشياء أخرى، ما راح نلاحظها، راح نلاحظ ملائمة النغمة مع المعنى، فنرضي المطلب اللي هو بالمسابقات، مطلب مسابقاتي، ونرضي ها نرضي أنه ونوافق ما بين شنو؟ ملائمة النغمة للمعنى الآية. أي أنا يعني عندي الصلاحية، لأنه المطلب من عندي هو نغمتين، فما يعني معقول أنه ما ألقى نغمة ملائمة لمعنى الآية؟ أنت تجي من حيث لا تعلم. يعني هي هو هذا اللي أقول أنا. أحسنت يا مقتدى، أقول أنه المعنى يفرض، هو اللي يسحب النغمة، هو اللي يجرها. انتم هواي ملاحظين هسه، انتم في اول المسيره وان شاء الله تستمرون الى اخر العمر خدمه للقران، هواي معاني راح تجيك، راح تجيك شنو؟ نغمتها جاهزه، نغمتها جاهزه. يلا يا مقتدى حتى نستثمر وقتنا، اريد الجرس عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون
وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ابتدائك بوعلى جنوبهم مو صحيح، لازم ترجع لها سوين. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. وقف هنا. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض رب. كمل. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا. وتختم لي تسلم بهذا المقدار، انت قرأت شيء جميل جدا مناسب لمن؟ مناسب للمسابقة بنغمتين. اي ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العلي العظيم. الوقت انتهى أثناء القراءة، لكن بعد قراءة القرآن شنو؟ ما نقطعها. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له. وقتنا انتهى لدرسنا لهذا اليوم، نكتفي بهذا القدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والسلام على سيد المرسلين والأنام. اللهم صلي. بعد أقوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم لقاء الجبوري الحكواتية في برنامج مدرسة حياتي، درس الفنون الجميلة. شاركت في عالم ودخلت عالم الحكواتية باعتباره عالم وفن حديث ومؤثر. هو حديث وبنفس الوقت من الفنون التراثية المؤثرة جدا في نفوس المتلقين. بديت في هذا المجال مع أطفالي أولا، ومن ثم انطلقت في هذا المجال مع طلابي عندما وجدت هنالك تأثير كبير جدا
في نفوس الطلاب وفي نفوس الأطفال بغرس القيم التربوية والأخلاقية والدينية بشكل فني جمالي مؤثر مقنع، ويرسل رسالة جميلة جدا بأسلوب رائع إلى العقل اللاواعي، تؤثر بشكل غير مباشر في نفوس الطلاب والأطفال ونفوسنا جميعا حقيقة. فأحد أدوات الإعجاز القرآني هو الأسلوب القصصي، فالقصة تؤثر بنا صغارا وكبارا. فهذا البرنامج أو هذا الفن يعتبر من أهم الفنون اللي علينا أنه إحنا نسلط الضوء عليها في مجال الفن وخاصة بالعراق. هذا الأمر استطرق حديثا خلال المهرجان الحسيني الصغير السادس، كانت هنالك فقرة الحكواتي، وإن شاء الله في السنوات القادمة راح ينتشر هذا الفن بشكل كبير. تعتبر القصة والحكاية أسلوب مؤثر جدا، فهي من أحد أساليب التعلم النشط الفعال، لأن طلابنا وأطفالنا بعد ما يتلقون المعلومة المباشرة والمعلومة التلقينية اللي تكون مملة جدا. حتى نظريات التعلم الحديثة هي تبين هذا الشيء، فنظرية المعرفية لجان بيارجيه توضح وتقول بمقولته الشهيرة أن كل معلومة جاهزة تقدم إلى الطالب تفوت عليه فرصة ذهبية لاكتساب معلومة خبرة ومهارة جديدة. لذلك القصة تعتبر من أحد الأساليب التي تقدم المعلومة بطريقة غير مباشرة، فكل طريقة مباشرة تغرس معلومتها في العقل اللاواعي، بالتالي يتبناها الطفل أو أي إنسان بشكل رائع وبشكل تطبيقي في حياته العملية. المقومات اللي يحتاجها الحكواتي هي عديدة جدا، لأنه باعتبار هو الممثل الوحيد على منصة المسرح أو على خشبة المسرح، فهو يحتاج إلى نبرة الصوت وإلى لغة الجسد وإلى التنقل بين هذه المهارات والحضور طبعا والكاريزما في على خشبة المسرح، وكذلك يجب أن يشارك الجمهور، فيعني يجب أن يتقن عدة مهارات في آن واحد، وفن الخطابة وكثير من الأمور يجب أن يتقنه، فهو فنان بالتالي. تجربتي مع فن الحكاية والحكواتية في مهرجان الحسين الصغير السادس حقيقة كانت تجربة مميزة جدا، وكفقرة أيضا مميزة جدا، وإن شاء الله في المستقبل ستكون هنالك فقرة ثابتة لهذا الفن، وسيتطلع هذا الفن نحو التميز والتكاثر والازدهار إن شاء الله. فن الحكاية حديثا في العراق هو من الفنون التراث ومن الفنون القديمة، وإن شاء الله ستزدهر في هذه الأيام والأيام القادمة إن شاء الله، وسيسلط الضوء على هذا الفن. شاركت الكثير من يعني بعض الدول من تونس ومن لبنان، وأيضا مشاركات من العراق، وهذا ما راح يكون آخر شيء، بالعكس هذا سيكون حافز لنا لما شفناه من تأثير في نفوس الأطفال وكل الجمهور الموجود والتفاعل الكبير جدا. فتعتبر فن الحكاية من الفنون التي تنمي الذكاءات، عدة ذكاءات للمتلقين، وخاصة الحكاية بدون المؤثرات الصورية، لأنه تجعل المتلقي يبحر في خياله ويتخيل الحالة الصورية اللي يرسمها الحكواتي، فبالتالي نحن ننمي خيال الجمهور أو الأطفال بشكل خاص، لأنه إحنا الفئة المستهدفة بالأكثر هم الأطفال، وأكيد هي القصة تخاطب وتحاكي وتؤثر فينا صغارا وكبارا. يعتبر فن الحكاية والقصة مؤثرة جدا، فهو يعتبر فارس الأساليب، وإحنا نستخدم أيضا في تدريسنا للطلاب أن المعلومة توصل بشكل أسرع للطفل أو الطالب أو الشخص الكبير من خلال القصة. القيمة التربوية تصل وتغرس في نفس المتلقي وخاصة الأطفال بشكل أسرع، لأنها تمتزج بجمال الفن والمفردات اللغوية المنتقاة بشكل صحيح، فتعتبر القصة أسلوب رائع جدا في توصيل المعلومة بشكل فني جمالي.
وبدا الطير يضرب طير ويقول له لا انا اوصل اول، هذا يقول له لا انا اوصل اول انا اوصل اول انا اوصل اول. وقررت هذه الطيور ان ترجع الى الغابه وتنشر النور والسلام من جديد. تأليف حكاية الحكواتي أو انتقاء قصة الحكواتي، أما أن تكون من التراث وما شاء الله تراثنا مليء بالحكايات وبالعبر والقضايا المهمة، أو أنه ممكن أنه الحكواتي يألفها، أو أنه هي نص مسرحي ممكن يحولها إلى قصة، وهنالك قصص كثيرة جدا أو من القصص المعاصرة. فحقيقة يجب على الحكواتي أنه ينوع باختياراته، وأحياناً أنا كحكواتية أشخص مشكلة موجودة عند الأطفال أو عند الطلاب، وبناء على هذه المشكلة نبدي بصياغة قصة وحكاية مع حبكة وصراع ممكن أن ينشأ في هذه القصة، ولتوصل معلومة بشكل أسلوب قصصي حكواتي مؤثر مقنع وممتع. حقيقة تعتبر كل الحكايات مؤثرة في نفوس المتلقين صغاراً أم كباراً. ممكن جداً أن نوظف الحكاية في الجانب التعليمي التربوي، وهذا حقيقة إحنا كتربويين كثيراً ما المعلومة التي يصعب إيصالها للطالب نصيغها بحكاية، فعندما تغلف بحكاية أو تصاغ بشكل حكاية ستصل بشكل سريع وبشكل سلس وتغرز في الذاكرة الدائمة. هنالك فرق بين الذاكرة الدائمة والمؤقتة. الذاكرة الدائمة تغرس بها المعلومات، عندما يتولد هنالك مشاعر مع المعلومة ستغرس المعلومات في الذاكرة الدائمة. لذلك أختم حديثي بأنواع الحكايات وأهمية الحكايات. حقيقة هنالك العديد من الحكايات بحسب توجهاتها، لكن حقيقة أنصح جدا بالحكاية الدينية والحكايات التربوية والحكايات العلمية، فمن خلال هذه الأنواع من الحكايات نغرس القيم الدينية والأخلاقية ونوصل معلومة بشكل مؤثر مقنع وبشكل جميل جدا بلمسة إبداعية ومؤثرة في نفوس أبنائنا وطلابنا. حقيقة نحتاج أنه نستخدم أساليب الفن والجمال وأن نستخدم الأساليب الإبداعية لإعداد جيل مؤمن مفكر مبدع ومبتكر. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الطلبة الأعزاء في مدرسة حياتي، وحصة أخيرة خاصة برذيلة عقوق الوالدين. طبعا وخير ما نبتدئ به آية حتى ترطب القلوب والأنفس. وأبو علي سمعنا، الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. أحسنتم، صدق الله العلي العظيم. أحسنتم وأجدتم. طبعا استذكارا للمواضيع التي مرت بخصوص رذيلة عقوق الوالدين، تكلمنا عن أن عقوق الوالدين كلمة معناتها أذية الوالد أو الوالدين بفعل أو قول، بفعل أو قول، وهذا يسبب ألم نفسي للوالدين. طبعا تكلمنا قبلها حول برهما، حول برهما، وهو عبارة عن الإحسان إليهما والطاعة لهما بما يناسب، لكن لا كإنسان مثلا والده يأمرونه بأشياء ضد الدين وما يطيحهم، طبعا لا، لكن شنو؟ بما صاحبهما في الدنيا معروفة ومسألة ثابتة، خفض لهما جناح الذل من الرحمة. هاي الأمور باختصار مرت بالحلقات والدروس التي مرت. اليوم ايش راح نتكلم؟ راح نقسم كلامنا ان شاء الله، واليوم خاتمه لدروسنا، يعني درسنا الخاص بعقوق الوالدين. اي راح نتكلم مصير هذا الانسان في الدنيا ومصيره في الاخر. راح نبدي بمصير، عندك محمد صادق روايه؟ اي احنا حديث عن عقوق الوالدين من الذنوب التي تظلم الهوى عقوق الوالدين. جيد، هذا بالآخرة لو بالدنيا شو تقولون؟ تظلم الدنيا وآخرة. هذا وين؟ لا يعني سلبي بالآخرة. لا شو ما سمعك؟ يعني مثلا له أثر سلبي في الدنيا وسوء عقل. الهوى مو في الآخرة، الهوى في الدنيا. إشارة مو، لا هاي أكون نوقف إلها. ملاحظة جيدة. تبث البغضاء في المجتمع. أكو شلون؟ تفضل. إيه؟ تبث البغضاء في المجتمع، هاي راح يكون يعني سوء العاقبة في الآخرة. يعني هاي ملاحظة حلوة. إحنا عندنا كمسلمين ننظر للآخر أنه أخونا. المسلم أخو المسلم.
النبي صلى الله عليه وآله أعطانا قاعدة، الإنسان إذا ما يهتم للإنسان المؤمن والمسلم فليس منهم. شيخنا عندي ليس منهم نقطة. نعم. في مضمون الرواية روى عن أمير المؤمنين عليه السلام الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. جيد جدا. إحنا الاعتبار ما نعيش بغير هذا الواقع، ما عندنا غير واقع في هذه الدنيا، في هذه الدنيا ما عندنا غير واقع، إما مسلم أو غير مسلم بتفصيل فقهي نتركه إلى أهله. هذا إذا إحنا اليوم نتعامل مع أقرب اثنين، نرجع لحقوق الوالدين، أقرب اثنين وهما ظالمان لي أو محسنا لي. هسه هذا تكلمنا عنه يعني بتفصيل أكثر. مرة محسنا لي مرة ظالما لي، صحيح ولا لا؟ نعم. عندك شيء أبو علي؟ نعم. أي تفضل. ويروى عن أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام أنه قال من نظر إلى والديه نظرة ماقتة لهما وهما ظالمان له. عيتها والله أرجوك. من نظر إلى والديه نظرة ماقتة لهما ما شاء الله وهما ظالمان له، هالعجيبة فالجواب لم يقبل الله منه صلاة، والصلاة هي عمود الدين. الصلاة عمود الدين، فمهما كان يعبد ويتقرب لم يقبل الله. إحنا اليوم نتعامل مع المقابل بتعامل الظاهر، شعلينا بطنه شعلينا بقلبه، لكن نتعامل معه تعامل الظاهر. من يجي إنسان مؤمن متدين نتعامل وياه، لكن إذا مشهور أنه هذا الشخص ظالم لوالديه، الصلاة عمود الدين، صحيح ولا لا؟ هذا وين في الآخرة؟ إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت قبل ما سواها. وواحد من الذين يكسرون أجر الصلاة، الصلاة أداء وأجر لها، واحد له الصلاة شوية مسألة فقهية، أجر الصلاة والأداء للصلاة، صحيح ولا لا؟ نحن نريد الأمرين معا، أداء الصلاة وأجر الصلاة. أداء الصلاة من وضوء واستقبال القبلة وملابس وهذا، وأجرها أنه تدخله الجنة، صحيح ولا لا؟ ومع أهل البيت عليهم السلام. التفتوا إلى هذا العقل والديه الذي تحجبه عن دخوله الجنة، لا تقبل له صلاة. أكو رواية أسأجيكم، أكو رواية شو تقول عن النبي صلى الله عليه وآله؟ أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم أيبقى في بدنه مندرا من وساخة؟ أجل الله سامع؟ أبدا. هم المهم الصحابة قالوا لا يا رسول الله، قال كذلك الصلاة، كذلك الصلاة كل خمس مرات الإنسان ما يبقى في بدنه أو في نفسه من ذنوب أبدا. تكون طيبة ورقيقة، ها؟ نفسه تكون طيبة، طيبة وقابلة. وعاق والده لا تقبل له صلاة، بل لا تقبل له صلاة بالأداء لو بالأجر مثل ما قسمنا شيخنا. لا 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 لا، ما توصل بأي معنى، لا توصله إلى تلك الجنة، لأن في يوم القيامة هناك معبر اسمه عقبة الصلاة، هذا ما راح يعبرها. زين، كما تفضلتم، بعد والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذه لا صلاة له، إذن هل ينتهي عن الفحشاء والمنكر؟ هذه بحد ذاتها بوابة لدخول الشيطان إلى الإنسان، بوابة عظيمة لدخول الشيطان إلى الإنسان، لا تقبل له صلاة ولا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، بالتالي عاقل والده مهيئ أن يكون جندي من جنودي إبليس. طيب، تكمل على كلامكم شيخنا. طبعا. نعم، كما تفضلتم نتكلم الآن عن أجر الصلاة في الآخرة. يروى عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كان يوم القيامة كشف غطاء من أغطية الجنة فوجد ريحها من كان له روح من مسيرة 500 عام إلا صنف واحد. قبل تكمل، شايفين من تمر باب القبلة ويجيك نسمة من الإمام الحسين؟ نعم. جد، خصوصا إذا محتار ومتأذي وترتاح من يجيك الهواء. كذلك الإنسان يوم القيامة يوم عظيم، يوم تذهل كل ما أرضعت وتضع كل ذات مرعب. هنا راح يجيني نسمة كطيب. زين، هذا من الممنوع من هذه؟ كمل. إلا صنف واحد. إلا صنف واحد. ما قلت من هم؟ قال العاقل والده. طبعا المجرم ممكن يشتم، هو شيخنا يشتم، لكن العاقل والده طبعا شيخنا هو كما في القرآن الكريم الأيام في
عند الله سبحانه وتعالى مو مثل أيام في الدنيا. هاي ملاحظة ممتازة. أيام عند الله سبحانه وتعالى 50,000 سنة أو 100,000 سنة. إذن إذا شلون 500 عام؟ يعني فترة جدا جدا طويلة. رقم ما محسوب. ورغم ذلك. رقم بعيد عن الخيال. رغم ذلك. رقم بعيد عن الخيال أبدا. نعم أحسنتم. لأن هاي نسمة وهاي النسمة بها أثر يعني ارتاح واحد كذا. هذا ممنوع. المقابل يقول أي أبا صفي صف ذاك. يقول يا با ايش قد انا هاي الجميل الرائحه طيبه. يقول له وين الرائحه؟ انا محتار انا راح اموت. يقول له انت ممنوع. زين هذا في حاله الانسان ابوه حي او احد والديه حي. طبعا اقولها لعله هذا شيء صعب ان الانسان يؤذي هذين الشخصين العاجزين المحتاجين اليه. يعني إلى ولا يوصل لأي درجة الإنسان يؤذي من هو قبل ما يوقع يتلقفه، قبل ما يعني جوع هو ويقتر على نفسه وينطيه، يبرد ويغطيه، كل هذا ويتركه بأبخس إنسان وأجحد إنسان يكون. ولهذا القرآن شدد، الروايات شددت، لأن هو بداية حياته نظر إلى هذين الشخصين وينكرهما ويؤذيهما. تعرفون ايش قد هذه الخطرة؟ شعوب انتهت، شعوب لم يبقى منها ذاكر بسبب هذه القضية. واحنا ذكرنا في يوم من الأيام النقاش بين جعفر وعمر بن العاص. جعفر أسكت بقضية النساء، قال له أتمتهن المرأة التي حملتك؟ والقضية ذكرناها في محلها. ايه سيدنا شيخنا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن بر الوالدين بعد موتهما، ملاحظة جيدة ربط بالكلام يصير، قال الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعد موتهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. الآية القرآنية ايش بدينا؟ بصلة الأرحام. نعم ملا أحمد عندك ملاحظة على هاي النقطة؟ سيد مصطفى جزاك الله خير، شكرا ملا أحمد. أكو ذيك المرة قطعنا كلامك كما قطعنا أبو علي مولى حسين، بس إحنا كملنا برينا الذمة كملنا. عن الإمام الصادق عليه السلام قال ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين أو ميتين. أتلاحظ كلمة مؤذية للإمام، ما يمنع الرجل منكم؟ ليش هيجي المانع؟ شنو هو؟ ليش ما يمنع منكم الرجل؟ الإمام يتأذى من هالكلمة. إيه يصلي عنهما. ها عيتها والله عيتها فدوه. عن الإمام الصادق عليه السلام أحسن. قال ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين أو ميتين. قال يصلي عنهما، هذا بعد موتهما. بعد موتهما جيد. يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثله. ها متبادل القضية، عندك تعليق عليها مولى؟ بلي مثل الذي في أول حياته يعمل وشاب وقوي حلو ويجمع أمواله ممتاز في أحد المصارف أو البنك ممتاز، وعندما يكبر ملاحظة للعقول المسألة أنه قضية عقلية، شو دين وروايات نقول يا مسألة عقلية، تعال خلنا نتفاهم مسألة عقلية. إيه نعم. وعندما يكبر ينفعه هذا المال الذي جمعه بين قوسين كما تدين تدان. أحسن تقاعد. مو أنا راح أسوي الوالدي ابني همي باوة. يجوز ما يحكي بس يحط بذاكرته القصة اللي هذا اللي ودى أبو طردة بعدين راح وقص قص نص الشسمة البطانية، قال له ليش هي بطانية نص طردة؟ قال له هاي لك تطرد أبوك هاي لك. في أحد ممنون. في أحد القصص إيه؟ بأن شخص أتى إجا إلى أبيه إيه؟ فأخرجه إلى سفرة، يعني طلع خارج المنزل. حلو. قال له والده إلى أين؟ فهو اشتم مثلا ريحة بحر أو ماء ما شابه ذلك، فقال له أتريد أن تلقيني في البحر أو في النهر؟ قال له شلون دريت أنت هيك؟ قال له مو أنا سويت بوالدي هيك. يعني كما تدين تدان. هاي الربط اللي انت قلت جزاك الله خير، بسأل الإنسان الشاب يعمل ويقدح حتى شنو يأمن مستقبله، الإنسان عاجز. أحسن. اي شنو عندك أضاف؟ روي عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
سيد الأبرار يوم القيامة رجل بر والديه بعد موتهما، وهذا يدل على شيء بأن باب التوبة مفتوح حتى لا بعد يعني موت. قد يكون إذا الوالدين عايشين روح يعتذر منهم سامع، بس إذا ماتوا هاي مشكلة. إذا ميت لا ماتوا مشكلة. شوف أخواني ملاحظة جيدة نبهتني على نقطة من أبواب استجابة الدعاء كثير. أكو باب يقولون استجابة كن فيكون، وأنا خادمكم جربتها كثيرا. عند قبر والديه أو أحدهما يروح له يقرأ الفاتحة، وهاي مجربة للأخوة المشاهدين يعني. حاجة متيسرة صعبة. الله سبحانه وتعالى ودود، يتقرب إلينا، يتقرب إلينا بغيرنا بوالدينا. أنا أشكرك على هاي الملاحظة. من يجي واحد يقرأ الفاتحة لوالده وسيلة، وسيلة لأني أنا مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنا مطيع له، مطيع له، وأنا عارف أنه سيقضي حاجتي. أقرأ الفاتحة وأقول يا إلهي، طبعا يثني على الله، يا كريم يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، اللهم صل على محمد وآل محمد. هنا شو يسوي؟ يقول يا إلهي الآن عند قبر والدي أقضي هاي الحاجة. يقولون أيام قليلة تقضي هاي الحاجة، وهاي مجربة. علماء يرحون الآباءهم، وهذا نوع من بر الوالدين، وهم تقضي الحاجة. أنت جرب، هي المسألة إحنا هي مسألة تجربة. جرب، مو الدين تجربة، هاي المواضيع الدين لا تجربة فيه، لأن هو هذا لازم إحنا نقتنع. فالإنسان يقضى حاجته إن شاء الله عند قبر أحد والدي أو والد، يروح ليزور، وهم يزور المشاهد المقدسة ويدعو الله سبحانه وتعالى تحته يعني المشاهد المقدسة. تفضل. نعم، أنا عندي تعليق على كلامكم الجميل صراحة، إن أنه روية عن أحد المعصومين أيضا أنه من كان يبر والديه في حياتهما فلم يبرهما بعد مماتهما كتبه الله من العاقين. أحسنت، ذكرتني بها، هاي راحت من بالي. أحسنت، ممنون منك وأشكرك وأشكر والديك. الله يسلمك حقيقة. هذا مع شكر جزيل للأخوة كافة، وهذا قليل، الشكر قليل بحقهم. ملاحظة جيدة لملا حسين، أنا أسميك أبو علي بعد ما أدري اسمه. أحبتي، اليوم واحد الإنسان إذا تذكرون قسمنا الإنسان اللي يعمل عمل يخاف على إنه يحبط عمله، يرجع وسوء، أعوذ بالله، سوء العاقبة. الإنسان مستمر بالعطاء، ما طول الله سبحانه وتعالى أعطاه هواء، أعطاه قلب يدوب كذا، هذا مستمر. إذن مستمر بالطاعة. الإنسان المؤمن يقول، هذا بعض الروايات تقول أنه بعض الناس بارين بوالده بحياتهما، لكن يعقهم، شون يعقهم؟ ماتوا ميزورهم. إذا قلنا عق الوالدين بالقول والفعل المؤذي، هم ماتوا، يقول لا، لا يزورهم، لا يذكرهم، لا يتصدق عنهم، لكن أي قد يعني مثلا يسوي فد فعل يخلي الناس يحشون عليه وقد يسبون أهله. ممتاز، هذا يجعل الإنسان يسب والده، يقول له لا تسبوا آباءكم. النبي ينهن لا تسبوا، وكيف الرجل يسب أباه؟ يقول يسب الرجل الرجل فيسب ذاك الرجل أباه. فتريد تسب، لا تسب. إذن وهذا يعني إلى علاقة عامة في منظومة الإسلام. طبعا انتهى الدرس والحمد لله، انتهينا فعلا من عقوق الوالدين. وصلى الله سبحانه وتعالى نكون بارين بوالدينا حيين أو ميتين. وشكرا لكم، والله يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.